ديري، من أين هذا الشجن العجيب في أغنيات الستينات هذه؟ يعني هل هنالك تفسير وجداني؟ والله أيضا هنالك تفسير موسيقي. لا، هو بالتأكيد في تفسير موسيقي يعني. والأهم أن التفسير الوجداني يصبح منطقيا جدا إذا تدرجنا بالموسيقى الزانية في أول عهدها. يعني المراقب للأغنية السودانية منذ أن انطلقت بعد سرور بيعرف أنه هي اتبنت أصلا على يعني تعميق الوجدان والشجن، وهذا لم يأتي من فراغ، لأنه الأغنية السودانية أصلا اتبنت من واقع ثقافي مربوط بالمديح الذي هو أصلا عميق في الشجن وفي الحس، الحس العشقي العالي جدا. لذلك كل هؤلاء المطربين الذين جاءوا في هذه المرحلة كانوا واقعيين جدا في تفسير النصوص عبر هذا الإحساس الشجني إذا جاز التعبير. والناظر للأغنية دي بالتحديد يعني إذا ما بيعرف عملها محجوب عثمان قد يظن عملها رمضان حسن تماما. هي في ذات الإحساس، في ذات التركيبة، في ذات البناء، وده بيكون بينطلق يعني بينطلق على في صحبة برضه كبيرة جدا، ما هو المسألة متداخلة أصلا. وبعدين هم كلهم انطلقوا، أنا في رأيي انطلقوا من مدرسة تفسيرية واحدة اللي هي تفسير الوجدان السوداني المتخصص أو الخصوصي. في خصوصية، أنا بتكلم عن الخصوصية دائما في الأغنية السودانية، ويمكن يعني ما أنتجته العبقرية السودانية في الموسيقى يدحض القول بأن السلم الخماسي محدود، يدحض تماما. يعني إذا استمعنا إلى رمضان حسن في أغنيتين، كل واحدة تعتبر شكل من أشكال الغناء المتطور جدا حتى الآن، يدحض تماما القول بأن السلم الخماسي. يا سلام دكتور درديري، يعني أنا مثلا النص الأول الصعب بتاع الجمال الحفي بلادي اللي هي خلطة بين الأغنية والنشيد، تمام، يعني هي الوجدانيات فيها أقوى من المباشرة بتاعت النشيد، تمام، والمارشات، تمام، ودقات قلبي بالبواعث العاطفية فيها والانتقالات، تمام. وإنت أستاذ في معهد الموسيقى والناس بيتكلموا عن خلل في تركيب المقررات قديما وحديثا، تفتكر بتلاميذك وتلاميذ ترنين لو خدتينا النصين ديل غناء ولحنا وتوزيعا النتيجة كم؟ 6-0 ولا النتيجة أحسن؟ النتيجة 120% لابد 120%. ذلك أن ما يجري الآن، ما يقوم به الموسيقيين إذا كان على مستوى المعرفة أو على مستوى الموهبة، بيأكد أنه في مسيرة موسيقية ماشية بطريقتها. يعني كثير من الموسيقيين ونحمد الله على ذلك بيعملوا إضافات أو اجتهادات في الموسيقى السودانية بمفهوم سوداني بحت، وده مهم جدا، لأنه إذا خلطنا الفكرة الغربية بكل مكوناتها ذات الآلاف السنين، ذات الاجتهادات اللي بنت عبر الترنيمة الكنسية الآخرة، سنجد أنه في خلاف كبير جدا من التركيبة بتاعت الأغنية السودانية اللي انبثقت أصلا من وجه ساهل ومطروح هكذا. يعني الوجه تلقاه عند المزارع والراعي والسماك ومش عارف إيه بتاع اللحمة، كله بيأدي بهذه الكيفية. عشان كده المؤلف السوداني والموسيقي السوداني كان مرات بتاع نجاد ونجار، كثيرين من الموسيقيين السودانيين كانوا نجارين، صحيح، واخرون بلا مهن. لذلك مساله الاغنيه السودانيه هي اصلا ما عندها علاقه من بعيد او من قريب بهذا التركيز الاكاديمي قدر ما هي مثلا يعني تلقائيه بشكل بحت، تمام. لذلك الان الشباب اللي بيعملوا مزيكا في كل السودان قاعدين يطلعوا من القاعده دي ان يعني يدوا احساسهم الحظ الكبير في تكوين موسيقى السودانيه جديده. ترنين، أنا عشان تتكمل المجموعة الصورة كاملة لازم ندخل صلاح محمد عيسى قبل ما لحد ما يعني نسمع نص صلاح محمد عيسى يا ليالي أو نظرتي الأولى. أنا عايز النص بتاع الجمال والحفي بلادي أو دقات قلبي لخورشيد لو وديناه كلها في المحد بدعم لي شنو عشان تؤدى بطريقة صحيحة؟ يعني صحيح دي المجموعة دارسة وبرضو حافظة الشجن الداخلي في الأغنيات،
لحد ما يحصل ده يعني ان احنا نسمع النص بتاع صلاح محمد عيسى. نسمع الجمري هتغني شنو؟ نظرتي الاولى. جمال فاتن اتحققت احلام بالله ليه يا زمان يا زمان ما بصفو لي ايام بالله ليه يا زمان يا زمان ما بصفو لي
صاح العشاق كانت ثنايا فيها هويا تقول عيوني كلام وعيوني فيها كلام وتقول عيوني كلام وعيوني فيها كلام بسعد بيوم لغياك نصف ليايا بالله لي يا زمان يا زمان نصف ليايا بالله لي يا زمان يا زمان نصف ليايا جمال فاتن والبايا والأحلام من نظرة الأولى شغل فؤادي غرام أشقى الجمال فاتن والفرحة والأيام بالله لي يا زمان يا زمان ما تصف لي أيام بالله لي يا زمان يا زمان ما تصف لي أيام بالله لي يا قبل ما تقول أي كلمة ترنين الجمري حامد ده من الإنقسنة النيل الأزرق من النيل الأزرق من ذات المنطقة التي تم فيها التحالف بين الأمراء عمارة دنقس وعبد الله جماعة وولدت السلطنة الزرقاء فهذا هو المعنى في هذا الدفء وهذا الحيوية يعني حقيقة أنت بدأت لي من حتة جميلة جدا وأرجع بك شوية للفترة الزمنية اللي اتولدوا فيها الثلاثة فنانين الكبار ديل لو لاحظنا في ثقافتين تجانسا في الحتة دي ثقافة سودانية وثقافة غربية من الأعمال اللي استمعنا لها بنلقى الفالس ودي كانت ثقافة سائدة في ذلك الزمان وكانت موضة استخدموها بروح سودانية وبنحس النوبة من داخل العمل وبنحس التمتم من جوا الأعمال دي كلها دي بتأكد لنا حقيقة واحدة أنه نحن وجداننا السوداني لما تلاقى مع بعض وتوحد كان بعيد جدا عن أذهان السياسيين ومعرفتهم بالمسألة دي يعني تمت بدري وعملوها الفنانين والمبدعين سواء كانوا شعراء ملحنين موسيقيين مغنيين لذلك لا تستغرب أن يزيد الدفء من أتى من النيل الأزرق أو من الزاندي
أو من كردفان أو من الشرق أو من الغرب أقصى الغرب، هي دي اللي شكلت الثقافة السودانية وشكلت الأغنية السودانية اللي طلعت من أم درمان واللي تولدت واتفقوا عليها الناس في أم درمان، وهي دي شكلت وجدان الشعب السوداني حقيقة، وهي الوحدت بين وجدان الشعب السوداني. ماذا تبقى بعد ذلك؟ لم يتبقى شيء حتى يوحدوه الآخرين، لكن سلفا حصلت المسألة دي. ومن خلال ما سمعنا له في الأغنية الأولى لرمضان حسن، غنى للوطن وغنى للحبيبة وفي شكل متقدم جدا، مش بالشكل الأخير اللي الناس افتكروا فيه الأغنية الوطنية، هي مارش أو أغنية كده كل، لكن هو طبعا ده كلام يعني يجدي لمحاضرات قيمة جدا قادمة، ولكن لأنه الجلسة بتاعت مؤانسة سودانية فنحن أثارت يعني فيني أثارت فيني يعني حقيقة حفظ جميل والله، ده كلام يستحق. لكن الشيء ده اللي أقوله بوضوح أنه هؤلاء الناس بيعتبروا كل إنسان أسلوب، وكل واحد فيهم عنده بصمة الخاصة. يعني مثلا صلاح أحمد عيسى، أنا أفتكر أنه صلاح أحمد عيسى السوداني ما استمعوا له كويس كصوت طروب، ما استمعوا له بشكل جيد يعني، وأتمنى أنه يعيدوا السماع له. لأنه وطبعا في تبرير أنا يمكن كنت دارس عنه دكتور درديري، الكثافة والجمال جاء في منتصف الخمسينات حتى منتصف الستينات، يعني أنا بفتكر أنه خلقت في ذلك الجو الوتري ما بعد الحقيبة آلاف الأغنيات، وهذه الأغنيات أغلبها لم يستمع لها الناس، لأنه أصلا كان في معبر واحد هو الإذاعة السودانية ما كانت هنا. ولذلك أنا بفتكر أنه عندنا جيل حيعدي فترة طويلة في التقليد والتجريب حتى تطلع إمكاناته. يعني أنا خلي نحن لسه عبدالي لنا 10 سنين عشان نسمع رمضان حسن بطريقة كويسة، نسمع محجوب، نسمع عبد الدافع، نمسك كده. فهل الكلام اللي بتقال ده التقليد اللي بيقوموا به الأولاد الجداد ديل عنده تبرير علمي أو موسيقي؟ طبعا واحدة من أساليب يعني توريث الفنون أنها تمشي وقع الحافر بالحافر إلى أن تكتمل القدرة ويصبح ال- 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 الشوف واضح جدا، ثم من بعده يكتشف الذي يتناول هذا الدرب قدراته الخاصة من خلال ما يبدعه. وهذا أمر مهم جدا في الفنون عموما، لأنه الفنون هي ليست مسألة رياضية، ما واحد زائد واحد ما يحل الأحوال، وهي في النهاية سلوك، وفي الأقصى في النهاية الأقصى هي وجدان. وبالتالي إذا أنا أقلد فأنا في الحقيقة بقلد وجدان أو بحاكي وجدان، وبالتأكيد أنا أملك هذا الحس، ولكن التقليد يضيف إلى وجداني ما يضيف ويعمق ويوسع. ولكن متى تعبر؟ لأنه الجيل ده مزبوط. جيل منتج، أنا جاي للمنطقة المهمة جدا دي. التقليد بيبقى قيمته بعد كده، أولا نورث الجيل، كل جيل يورث الآخر. يورث إيه؟ كيف نصنع الأغنية أولا؟ أنا أفتكر أن الأغنية فيها قدر من الصناعة، والصناعة تأتي في مرحلة التجويد وفي مرحلة الإظهار للأبعاد المطلوبة في الأغنية. الجيل لما يغني، ودراينا أنه يجب أن ينتبه إلى هذه التفاصيل، يعني أنا لا أقلد الأغنية لأنه عجباني فقط، لأنه فيها مساحات أنا لازم أتعرف عليها، لازم أضيفها لمخزوني الفني والإبداعي، تبقى عندي موجودة باستخدامها عندما أريد ذلك، ثم لأنها تدربني وتدرب حسي على أن أعبر صحيح، على أن أفهم أنا قاعد أعمله. لذلك التقليد مهم جدا في مرحلة من مراحل. ثم بعد أن يقوى المفهوم داخل المبدع استطيع أن ينظر إلى الأشياء من زاوية مختلفة. الزاوية المختلفة هي إيه؟ هي متغيرات مفروضة لابد أن تحدث. يعني الأغنية التي ألفها، ولنأخذ آخر مبدعي الشعب السوداني معركة البخيل مثلا، غنى أمل بخاف، كانت أغنية متقدمة جدا في وقتها، وغناها الشباب وارتكزوا عليها في إبداع يماثل هذه الأغنية وأحيانا يتفوق عليها. نعم بقدراته.
واحنا عندنا الان في الساحه كثير من الملحنين وكثير من المطربين اصحاب القدرات الممكن يتجاوزوا مراحل الاخرين اذا احسنوا التقليد، اذا احسنوا واحسنوا التقليد. انا حقيقه ما قاعد اقول التقليد ولكن التدريب، ما شيخ ما دير شيوخ يعني. كده نشوف واحده من حالات التدريب. ايوه، من سيتدرب؟ ما من الذين يتدربون الان عز الدين صديق من ابناء كردفان بكل ما فيها من ايقاعات ودف وثراء نغمي وتحدي. انا سلمت قلبي. الله الله، قايلوا امين عليه. ولا من صدوا لي جيراني حبا.
سلام دكتور الدرديري، نحن دارين نستفيد من بعض الأخلاقيات المهنة في الوسط الفني. يعني أنا لما نعيد في الفرقة دي للتنفيذ، أيوة، أو اختيار الأصوات، أيوة، لاحظت إنه الإخوة الموسيقيين بيمتازوا بتجرد شديد جداً في الإيفاء بحق الكفاءة. وبعدين المسألة دي ما فيها أي، يعني مثلا يقول لك بتاع ترومبيت فلان يكون جنوبي، يقول لك مثلا الإيقاعات فلان وفلان من غرب السودان، فلان يعني أنا لاحظت حتى الشعب السوداني عامة، يعني مثلا أنا لاحظت إنه المرحوم رمضان زايد كان يدور في العاصمة دي حفلات بتاعة عراس لحد ما مات. فواضح انه المسائل المربوطه بالمشاعر والكفاءه وكده ما في اي كلام في الوسط الفني. ويا ريت المساله دي يعني تأصل لنا شويه عشان تنتقل لحق الاخرين في الاختيار، في الاقتصاد، في السياسه وفي الاجتماع وكده، مش تبقى مجرد غنى وطرب يعني. تمام مظبوط. ولعله في تاريخ الموسيقى ما يثبت هذا الأمر. يعني إحنا عندنا أول موسيقار سوداني قاد سلاح الموسيقى برتبة العقيد كان الفنان الكبير أحمد مرجان. وأحمد مرجان من أبناء جنوب السودان، تقلد موقعا متقدما جدا كعقيد في القوات المسلحة، أمر لم يكن سهل بأي حال من الأحوال. وانداحت التجربة وظهر من بعده مكفر جل فقان الذي أول من دون، أو واحد من الذين دونوا الموسيقات العسكرية بسموها المرشات، وعود الصندل، عود الصندل وكثيرون الصندل. وكانوا ينتشرون في أنحسوان فرجل فقان شلكاوي وعمك عود الصندل من غرب السودان، وهكذا رمضان زايد شلكاوي ورمضان شلكاوي ورمضان حسن زنداوي وهكذا. الوجدان السوداني لا مش كده بس، حتى الأئمة، أنا أعرف واحد اسمه حسن سرور الدينكاوي، حسن سرور الدينكاوي كان شيخ رواق الأزهر السوداني. صحيح. في القاهرة. نعم. وكان السودانيين بيدرس في الأزهر كان يسحبون يا شيخ وكان يشرف عليهم وحين مشاكلهم. السودانيين عموما ما نظروا إلى هذه الزاوية، الزاوية التفصيلية بتاعت أنت من وين وأنا من وين وكذا دي، إلا بعد حين. ولعل المهدية قد حسمت هذا الأمر تماما، حسمته تماما بشكل منطقي وعملي. وبعد ذلك وحتى السؤال مرات بيكون
لترتيب انه تتخط وين يعني ميدانيا وثقافيا اكثر من هنا يعني. من أي ما عنده اي بعد اخر غير الكفايه او زي ما قلت والقدره على ترجمه احساس يعم الناس كلهم. هذا كان وارد فعلا في التجربه السودانيه الى حين. جميل. ده ينفع موضوع لانه دي فائده من فوائد الابداع السوداني يمكن ان توزع على بقيه الاتجاهات يعني السياسيه تمام. هم كان حقه كان يعني ياخذوا بناصيه التفكير الوجداني في حل قضايا الامور السياسيه. وده الكلام اللي بيتقال طوال يا دكتور انه يعني ان لم يكن الثقافي امام السياسي ايوه فليكن محالفا له يعني. المفروض ونحن نعتقد انه بشيء من الـ وليس الحده في الاختيار، ولكن نعتقد انه يجب ان يتقدم السياسي دائما، لانه السياسي اصلا اقصد الثقافي دائما لانه هو اصلا متجرد. ايوه وهو الذي استكشف الطريق يعني. هو متجرد يعني لا يفكر في ذاته بل في غيره، ويسهل الامور على غيره ويصعب ويدخل في الصعاب عشان يصل الى نتائج تخص الاخرين. انا افتكر الثقافي يجب ان يتقدم دائما. انت يعني انت موعود ونحن موعودون يا دكتور ان شاء الله ان نصل هذا الحوار في حلقات قادمات. اضافه اخونا ترنين، انا حقيقه تكاثف علينا اهل صناعه الغناء، كل ما امتلك يعني كيبورد او اورج صار فنانا. باختصار هو ما هو يعني اتكاء على فنانين الاضراب الذين تساقطوا وبقي رمضان وصلاح وحجوب عثمان الله يرحمهم ود المقرن. ما هي المعايير العلميه ولو كانت هنالك مدرسه سودانيه في المعايير لبقاء الفنان واستمراريته؟ عشان كثير من الصيع يشوفوا لهم شغله يعني. طبعاً. نعم، هو بقاء الفنان بمستوى مصداقيته وصدقه في ادائه وفي العمل اللي بيختاره، والى اي مدى هو بيعبر عن المتلقي. نعم. سواء كان من خلال النص، ونحن كمجتمع سوداني مجتمع النص قبل ان نكون مجتمع بتاع موسيقى او ابسوليوت ميوزك موسيقى صرفه. حتى ترجمتنا للحن زي ما استمعنا للالحان الفات اخر لحن استمعنا له، انت بتلقى الجمله اللحنيه هي فيها طباق وفيها جناس اللحن الموسيقى. نعم. زي ما عندنا في الشعر في الطباق والجناس، في الجمله الموسيقيه المقدمه اللي هي بتصحب الاغنيه هي فيها الطباق وفيها الجناس اللي هو التكرار المستمر البديع دي. جميل. فإلى أي مدى أنت تقدر تأخذ معاك المستمع، وإلى أي مدى أنت ممكن تأثر فيه إيجاباً أنه يتابعك؟ أنت ما بتسقط، لكن البسقط منه البسقط اللي بيقوم بيتكئ على غيره وهو ما مؤصل لحاجاته، فبالتالي هو بيسقط. ليه؟ لأنه بيكون صورة مشوهة من الأول. لذلك الأربعة أو الخمسة أو أقول الستة اللي ثبتوا من فنانين الإضراب وركزوا وقدموا شيء جميل، لأنهم كانوا مواجهين بموقف صعب جدا. هم نعم حلوا مشكلة كبيرة جدا للإذاعة، لكن لما نزلوا الفنانين الكبار فعلا كانوا وجدوا في فرقة موسيقية جديدة، إضافة كانت فيها آلات نفخ وجات من الجيش، كانت نجدة للفرقة بتاعت الملكيين أو الملكية. جميل. فأضافت عنصر جديد بتاع أصوات جديدة، بدل كان في كمان وفي عود بقت في آلات نفخ، بقى في شكل جديد. الشكل الجديد ده كان عزف معاه رمضان وغيره صلاح ومحجوب، بدليل أنه على حسب ما رواه لي في يوم من الأيام أيام الرواد أحمد المصطفى الله يرحمه، قال كانوا هم مستنكرين جدا وجود الترامبت والكلارنيت والساكسفون. ليه؟ لأنها كانت غريبة عليهم، لكن دك بمقدرتهم كسودانيين طوعوا المسألة تماما. نعم. وأضافت إضافة جديدة. لذلك أصحاب الشأ لما وصلوا هم أمامهم خيارين، إما يتنحوا أو يكونوا قدر المسؤولية، فكانوا قدر المسؤولية حقيقة. أستاذ ترنين، يعني أنا سعيد، دكتور ترنين، دكتور درديري، على هذه اللحظات المباركات، ونحن نؤشر على رمضان وصلاح محمد عيسى ومحجوب عثمان. انا قلت حكايه قبل كده، قلت انه مره في انا ذاك عريس يعني
في نيالي بيتش هوتيل في في أوائل الثمانينات على البحر على المحيط الهندي في في مومباسا. أنا وجدت مجموعة تغني لمحجوب عثمان وجيت طوالي مشيت بلغته في بروف قلت له أنا سمحت مجموعة خلطة ما بين الأعراق المختلفة بيغنوا لك ليه ليه وليه نسيت أيام ليه. والغريب لقيت أخونا حسن شرف الدين حافظ هذه الأغنية تحية لمحجوب وتحية إلى أهلنا في كينيا وتحية للذكرى الخاصة ونرجو أن تمتد بنا أيام اللقاءات لتشريف رمضان وصلاح محمد عيسى محجوب عثمان بمساحات ود المغرب بمساحات أكبر من ذلك. أنا شاكر جدا لهؤلاء الموسيقيين الكبار الذين شرفوا هذا المساء وهي قيدومة للقاء قادم وعرس كبير إن شاء الله. تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا جزيلا أستاذ. ليه 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 نسيت أيامنا ليه لما كنا زمان سوا يا نسيت عهد الهوى لما كنا زمان سوا لهديك انت النوى والعذاب انا ذنبي ليه 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 نسيت ايام برضك لي حبيب يا حبيب مهما بيجين انت برضك لي حبيب الغرام جسمه ونصيب وجسم قلبي لك ليه 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 نسيت ايامنا ليه يا حبيب مهما بيجين برضك لي حبيب يا حبيب مهما بيجيب انت برضك لي حبيب الغرام جسمه ونصيب وجسم قلبي لك ليه 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 نسيت ايامنا ليه يا حبيب ليه أبعدك عن عيوني العهدك يا ملاك ليه علموك الجفا ونزل بيه ليه 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 نسيت أيامنا ليه من زمان عاشق شعور انت في عمر زهور من زمان عاشق
عندك شعور وانت في عمر الزهور. انت نار يا حبيبي نور انت فيك دلال دين. ليه 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 نسيت ايامنا ليه؟